ضيفنا يلي رح ينضم لنا هلا اشتغل لمدة 10 سنين بالموسيقى كديجي وانتقل بعدها لكتابة وتلحين وغناء الراب اللبناني، بحوسته أكثر من 20 أغنية مثل روق شوي، دخون الشركة، بحق لي عيش، يا فخامة الرئيس، هيدر رفيقي، فانسيت دو غري ألومبر، ولا حرارة بعد اليوم. بيتناول بأغانيه النقد والمعاناة اللي عم بيعيشها الشعب اللبناني، تعال نتعرف أكثر عليه، خلينا نستقبل بيير حشيش. انه هالبلد ما بحق انه يرتاح يومين، يعني الكرامة والامان صعب كتير يلتقيوا عنا شي نص ساعة. ليه الكل عن حظ هالبلد شو حلو يا حبيبي يا لبنان، ويلعن اخت الحسد. راحت عنا هالاشاعة سموها الحرب الاهلية والاذاعة، كل نص ساعة تصاريح الوطنية، ما حدا مصدقنا اتفقنا، لكن نحنا والله اشتقنا عالكرامة وعالسيادة وراحت البال لرب ولادي. مش حابب انطر الاخبار لا بالليل ولا بالنهار، ولازم منه الوحد وراسي يفضي افكار التعاصي، نتناسى ايام الحرب نقدر نكفي الضرب. انا معارضة وانت ولاد وحياتك انا اخر همي، كنت عوني او قوات منك من لحمي ومن دمي، وكنت امل او حزب الله من نيناتنا بنعبد الله. تعال نضرب كاسك بكاسي ونترك لهم هن السياسي، وخدني معك عصلاة الجمعة والاحد بسمعك قداسي. انا وانت بحقلنا نتعرف على الارض القلنا، بحقلنا الناس المتهجرة تنام وما تخاف من متفجرة، حقلي فضل بنزين وما شوف مظاهر امنية، وما حدا يصفني على اليمين ما صدقنا فلون غربية. كنت مركب الف حاجز وما قدرتك مشك ولا عبوي، حاجي عامل حالك عجز وانت عارفها باي ابوي. ناس جاي حتى تسهل فكرت حيلة بمعسكر، شو اللي حواجز التفتيش؟ أنا بحق اللي عيش، بحق اللي عيش بهالبلد شي يومين، بزحلة وبيدرشيش بصيدة وصور وكي سروين. بحق اللي عيش بهالبلد شي يومين بزحلة وبيدرشيش. مساء خير بيير حشيش. بيير حشيش مساء الخير واهلا وسهلا فيك بمن الاخير. بيير حشيش، اول ما قلت بدنا نستقبلك ما عرفت كيف بدي اعرف عنك، فنان، سياسي، ناقد، رجل اعمال، كيف بتحب اعرف عنك؟ حلو رجل اعمال بالاخراج بيك، لانه كنت احلى من رجل اعمال. بس كيف بتعيش يعني بالنهايه؟ انت عندك اعمال؟ لا بلا، انا عندي سنتر تجميل بصيدا. نعم. ما راح اقول اسمه لانه حتقطشوه بالكات، لانه هو بيعمل دعايات، بس اسمه ببلش بحرف السيف الاس. قول اسمه، قول اسمه. قطشني بالدعايات. خبرني شوي اكثر، انت ناقد، قديش اخذها على محمل الجد النقد يلي بتعمله بالاغاني، ولوين حابب توصل بالاغاني؟ انا ناقد، مش انا ناقد، انا اذا بدك بشتغل موسيقى لانه بحب الموسيقى مش بس للنقد. طيب يعني حشيش، كل ما تشوف شيء غلط تعمل غنية؟ كل ما احس صراحه، اكتريت الاوقات اللي بعمل فيها موسيقى او غنية هي اوقات بتكون انا في شيء زعجني، مشان هيك يعني اكتريت الاوقات بتجي نقد. صوتك حدا قال لك عنه حلو او بتغني طرب او بتغني راب؟ صراحة يعني إذا بتسمعني عم بغني لأم كلثوم. سمعنا شيء أطربنا في شيء لأم كلثوم. لا ما بتكل كتير على صوتي يعني. نعم. بتكل على الكلام اللي بيكتبه يعني. أنت بتكتب كل الكلام؟ الألحان كمان أنا والتوزيع مغلبي. هيدا الأبي نادر؟ هيدا الأبي نادر المشهور. شو وضعه للأبي نادر؟ ما هو أبي نادر دون جوان. هلا عم نحضر له اغنيه اسمها دون جوان، كمان بدها تكسر الارض. مزبوط، منه بلبنان ابي نادر. بنيجيريا. طب عملتوا غنيه؟ نعم. لا ميريام كلينك. ايوه. ليش عملتوا هذه الغنيه؟ صراحه انا عاده ما كنت احب انتقد الناس باساميهم. يعني اجمالا بنتقد اذا بدك الوضع السياسي، بنتقد المعاناه كذا، بس الابي نادر اجى لعندي كذا مره بيقول لي بدنا نعمل غنيه لكلينك، ما كنت سامع لها غنيتها انا عنتر يعني، وقال له ايه اوكي خلص ابي ندر بلا، ما بدي اياك تغني شيء اجريسيف ضد حدا. اخر شيء قال لي خي اسمع غنيتها انت بالاول وبعدين قرر اذا بس غنيه هي عملتها على مسحه، انتوا اخذتوها اكثر على جد وعملتوها اكثر من وراها وهي كمان شو هي انت بعد سوا الغنيه وحيات هوني ايه خرجيك بدي قوي لقلوع ضل يزغل لها ترانسميسيون تكسر الفيتاس وحرق الكلاش. شو بكون خصني انا شعب بلد ما ميو ميو ولي ولي مش انت قطة لكلين شو عم تعملهم بالحي روح في العلبات احلى ما ياكلوك للطبوع. موسيقى
اللينك رخي حولك وحط درينك طال عندي انت وبسيك الابنيدر بده يدسيك اخ 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 نار على بالبغاء بطل الحرف البتنبي وبنعلى من اللغاء انغغا كنار على ببغاء كنار علم ببغاء كنار على ببغاء كان هيك على ببغاء يعني كنار اصفر ببغاء بيردد حكي اخ اخ انغغا كنار على ببغاء بتلدغي بالحرف اللي بتحبيه مش الحل لهون بس لهون بس تعال عندي تعالي عندي انت وبسيك الابنيدر بده يدسك يدسك يعني يعمل لك دس ديسلايك يعني هيدي بلغه الراب هلا هاي صارت بعد ما طلعت الغنية طب خبرنا ليه هالوجوب صراحة ميريام كلينك عملت هالغنية تتنبسط وتتسلب انتو اخذتوها كتير غنية جدية نبسط كلنا سوا بس كيف فيك بدي اقول لك شغلة سمية حبيبي بدي اقول لك شغلة انه كنت عم بقول لك انه انا ما بحب هاجم حدا بشخصه باسمه بس انه وقت اللي سمعت غنيتها يعني قلت انه اذا ما حدا قال لها شيء لهالبنت كارثة لازم حتى يلا بس فيك في كلام بذيء فيك تقول لها ما انه بذيء بالعكس يعني القط هو لبسان عرفت كيف الحرف الار هو موجود بالديكسيونير وشو بدي اقول لك بالالفابي مش بالديكسيونير بالالفابي ديكسيونير بغير معنى هاي فنان قد ايه بتحب لباتريسا خبرتنا انه انت مجوز بيير؟ لا اعزب اعزب باتريسا مجوز بس قالوا انه في علاقه غرام بين جوزتي؟ ايه انا في علاقه غرام غرام خياليه اذا بدك عجب انا بحبها كثير لباتريسيا وعامل لها حتى جروب على الفيسبوك والله وعامل لها غنيه كمان بس هلا اليوم يعني هلا عرفت انه عامل لها غنيه لباتريسيا اسمها ما تخليني جن ما تخليني جن فيكي ما تخليني باتي جن ما تقولي لي بقى ما فيكي بس قولي لي لا عم حن يا 2005-2006-2009 رجعت على الانتخابات نعم 2013 كمان كمان والله وين ببعلبك شو رح يكون شعارك هالمرة رح يكون مين أقوى من الحشاش بالبقاع بعتقد ما في حدا قالوا لي في أقوى من الحشاش بالبقاع قالوا لي الأفيوني بس تنرجع بتعرفي كل الاستغانية تبع فيها الحشيش؟ بعرف نايب الأخضر واليابس وبدي خلي الزفت توصل للركاب سأجعل الزفت يصل للركاب وبعد في غيره؟ في اتفقوا على ظهر غيرنا وقت اللي وقت اللي اتفقوا كل الأفريقاء بالبلد على بيير دكيش ترشحت ضده أنا ب 2006 ببعبدا كان شعار اتفقوا على ظهر غيرنا وبس انسحبت نزولا عند رغبة سيدنا البطرك نزولا ولا مزبوط انه في مره دفعت لك الدوله اللبنانيه مبلغ 120 الف دولار تتنسحب لا صراحه في حدا من الدوله اللبنانيه نعم. وزير يعني اجتمعت فيه بهالفتره وعرض علي انه وجههم نحو الرياضه بشكل لانه بيعرف انه انا بهتم بالرياضه انا ويند سيرفر عرضوا علي وقتها 600 مليون ليره انه هودي المصاريف اللي تنحط على الانتخابات انه تتوجه على الرياضه بس لا مش ولا مره قبضت مصاري من الدوله لتنسحب مش من الدوله من مين قبضت من حدا مرشح قبضت 300,000 مره 300,000 دولار بس ما بقى معي منه شيء ما تطلب مني لا قبضت 300,000 دولار لتنسحب مره ايه اوف لا هيك ان نزلت على الانتخابات يعني كل مره بتنزل لا لا هيدي بركي حدا يطلب منك لا هيدي المره ثابت كنت عايز بس مصاري اذا كل الانتخابات بيدفعوا لك تنسحب هيدي المره ثابت كنت عايز مصاري بس كير بين المزح والجد نعم معلش في ممثل بورنو في بورن ستار بايطاليا اسمها تشوتشولينا انا بعجبك اذا بشلح بقى مروق شوي وجاي اقول لك لو في اكس هون هلا بعمل لك شغل بتذكرني كثير فيها بس الفرق اكيد مش بالشكل لا هي نزلت على الانتخابات وربحت ايه نزلت على الانتخابات بايطاليا وطلعت لا انا ماني رح انبنزل انتخابات لاربح
وبعرف انه بهيك بلد مش بهيك بلد فردون بهيك وضع بلبنان مثل ما انه صاير الشرخ كتير بعيد بين فريقين كتير صاروا كتير اوبوزي على بعضهم نعم. بعرف انه المنفردين ما قالوا امل بس انا بترشح على الانتخابات ومشان تقول مثلا بركي اجى حدا بعد 20 سنة وقال معقول هالشعب كله كان نايم طب يعني. ليه ما بتاخدها جديا لكن انه عملت غنية هلا سمعتها تبع الراب كلماتها كتير حلوين كتير فريمان كتير حلوين عندك رسالة عم بتوصلها مزبوط ولا صحيح. لا وعندك فكر سياسي لانك بتكتب نقد سياسي واجتماعي وبتنزل على الانتخابات مع انه بتحطها بشكل النكتة او بشكل السلوغانات المهضومة او وانت بتجرب تضحك وتضحك العالم بس عندك شيء والا ما فيك تحكي على العالم مع احترامي ل 1% من ليه ما بتاخدها بجدية اوكي مع احترامي ل 1% من نوابنا انا ما بيشرفني اكون بهيك برلمان عشان هيك زينا شمون انا معك بيير لانه انا مع حريه التعبير على كافه اشكالها بقى معك وبعتبر انه انت عم تفش خلق كثير ناس وعم توصل لهم صوتهم بطريقه مش تقليديه انا مع مش الاشخاص خليلي. الغير تقليديين ميرسي. برافو ميرسي وين فينا نشوفك دولا منصور رح انهي معك انا بدي اسالك بيير شو قصتك مع اذاعات الراديو بتلفن تعمل دروب فيهم ساعة بتقول لهم صاحبتي انغرمت بالسيارة تعمل دروب على الراديو وراحت ساعة بتعرف شو عامل بمرة متلفن مرة وعامل حاله يتيم ورجع كبر قال انغرم بوحدة تطلع امه واكتشف انه تزوج امه وصار حرام ليش خبرنا شو ضرب عملته تلفنت مرة على كمان على شركة كهرباء نعم هيدي بعد صار كلهم معه اياه على السلولارات قالت لي كهرباء قالوا قلت له بونجور بدي بلغك عن مشكلة عندي اياها قالت لي تفضل قلت له أنا صراحة لاعب بساعة الكهرباء عامل العداد بيرجع لورا بدل ما يقدم القدام هلأ ضلوا العداد يرجع لورا بشكل أنه نزل تحت الرقم اللي أنتوا أخدينه على الساعة يعني صار مثل كانوا بدي منكم مصاري عندك فكرة إذا بيدفعون أم هي حولتنا على المسؤولة نعم صراحة في بروجرامات على الراديو بتزعجني كمان انه ناس بتلفن يعني وبترخي سألتها وتلخي مشاكلها بشكل كتير سئيل على بس بيير كيف صدقك المذيع ومشي معك وصار هو عم بيتعاطف معك انه انت شو عملت على الراديو وبالغلط خبرنا اياها خبرك اياها؟ ايه ما سمعتها إيه. تلفنت كانوا عم يحكوا عن الحب عرفت كيف؟ انه كل واحد يخبر قصة الحب تبعه طب ما قصة الحب تبعك يعني خليها لك تقعد تخبرها على الراديو كمان قام التلفان تخبرت قصة الحب تبعي انه انا ربيان بميتم وما بعرف مين اهلي كبرت وتعرفت على وحدة اكبر مني ب 15 سنة او 16 سنة وبس قربت تمي على سديا حسيت انه هاي الطعمة بعرفها واكتشفت بعدين انه قلبت نعم ليش ضحطينه كمل كمل بعد فيك طلعت البنت عملنا دي ان اي طلعت البنت امي وصرت وعندهم ولا على لبنان الحر مع طوني نصار نوجه له تحيه كثير كبيره وانا كمان ما يوتس انت مع بيير حشيش يدخل بمجال السياسه ولا لا انا مع انه يضل عم ينتقد على طريقته الخاصه وعم يوصل مساجات بطريقه اقوى برايي من اللي نسمعهم كل الوقت على التي في وتعودنا نسمعهم طريقته اقوى راشد بحصلي جوابا على سؤالك لا بس ايه للموسيقى ماشي ايه للاغاني باتريسيا نامور انا اكيد وبتمنى كمان الافيونه ينزل كمان وانا هيك لجنونه ميرسي حبيبتي انا هيك لحريه تعبيرك لا منك تقليدي وانا ماني ضد انك تفوت على الحياه السياسيه لانه الموجودين عندنا منهم احسن منك لا انا بس استثناء الغنيه تبع ميريام النقد السياسي وطريقتك بالتعبير عن العالم اكان بالشكل الحكي او بشكل الراب اثنين خليلي بالنسبه للسياسه صوت بالبترون للي بيستاهل اكيد اكيد حبيبي عائلتك بتعقد اسيس حرب رولا كاده بيير انت كثير مهضوم هيك اوريجينال بس اكيد ما بشوفك بالسياسه ابدا لانه هيك حرام يعني انا رايي مثل ضيع وقتك بشيء اهم وانفع يعني
عرفت؟ ميرسي. بين حجيسة راحت عم بتحس. وأنا فينا عمل هيك للبروجرام كمان. شكرا كثير لوجودك معنا ليلى. مع انه رايي الشخصي انه اغنيه ميريام كلينك نوعا ما كان فيك تكمل بلاها وبلا هالغنيه، لانه انا بلاقي نوعا ما كانت فوبا بحقك وبحقها لميريام. بركي البنت عملت شيء تنبسط وتتسلى، وبركي لو ما هلا عنتر فوبا شيء برايك عنتر فوبا ماي لافليك بيطلع لي سؤال انا بالحلقه تفضل برايك عنتر فوبا عملته ميريام كلين فوبا عنتر وين هو مشان هيك ردي كان بنفس المستوى بير حشيش شكرا كثير لوجودك معنا بريك ثاني بحلقتنا ما تروح لمحل بريك ثاني بحلقتنا فوتوا على فيسبوك فوتوا على تويتر علقوا على الحديث علقوا على كل الحلقه بريك بنطلع